مرحبا بكم في المحاضرة الخامسة لماذا لا يكفي الجيد بدون السيد؟ عنوان المحاضرة هو الوقود ماذا أقصد بالوقود سأقول لكم سأراجع المحاضرة السابقة سريعا أولا اتباع القداسة ليس النهاية لذا لا تلتحق بنادي القداسة عما أتحدث عن من يريدون أن يصبحوا قديسين ليبدون قديسين ليكونوا في مجموعة أنا أفضل منك يكره الله هذا لا يكرههم هم بل يكره هذا لا تخلطوا الأمور موضوعنا عن العلاقة والكلام ليس موجها إلى من بجوارك بل إليك حسنا إذا اتباع القداسة ليس نهاية المطاف بل إنه البوابة إلى محضر يسوع سأقرأ لكم يوحنا أربعة عشر واحد من ترجمة أمبليفايد لأنها توضح الأمر يقول يسوع من عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني بحق وانا ايضا ساحبه وساظهر اي اكشف واوضح له ذاتي ساجعله يراني بوضوح واجعل نفسي حقيقيا بالنسبه له اهذا واضح نحن نعرف السيد عندما نحفظ وصاياه لذلك حضور الله ليس لكل المؤمنين بل لمن يتبع القداسة عبرانين 12 14 اتبعوا القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب الأمر بسيط لا قداسة لا رؤية لله لا حضور الله القداسة معناها أن تكون ملكا لله وتعني أيضا النقاء والخلو من الخطية حسنا اسمعوا هذا هذا سبب آخر لانزعاجي لأننا لا نتحدث عن الأمر لاكن صريحا لماذا عظات القداسه ليست محبوبه بين الناس لماذا كتب القداسه ليست الاكثر مبيعا لانه ان كنا كنيسه تريد علاقه مع الله ونعرف اننا لن ندخل محضره لذا علاقتنا ستكون سطحيه بدون القداسه فلماذا لا نسعى لها لماذا لا نتبعها فكروا لا اريد دينا عشت هكذا سنوات قضيت اوقاتا في الكنيسه اضيع وقتي كنت متدينا قلت لماذا تقول انك مسيحي وتعطي وقتا للمسيحيه وليس لديك علاقه بالله حسنا اعتقد انه لهذا يعايرنا العالم لو العالم رانا على علاقه حيه بالله وهو حاضر بيننا اذكر اول مره اصطحبت دكتور شو راعي اكبر كنيسه في العالم كنت اوصله الى خدمه دخل سيارتي فدخل الله سيارتي فقلت دكتور شو اشعر بحضور الله قال اعرف فكرت في كل الوقت الذي يقضيه مع الله وطاعته فشعرت ان الله يحب الوجود بجانبه تحب التواجد مع من يتجاهلك ولا يطيعك ام مع من يريد عشرتك انا اتواجد مع من يريد عشرتي فعلى صوره من خلقنا الله مثلنا مثلا موسى موسى ضحى بكل شيء في سبيل حضور الله لانه كان يعرف روعته هناك اناس كثيرون في الكنيسه لا يعرفون روعه حضور الله لانهم لم يتذوقوه لانهم ظنوا ان الاجواء هي الحضور وهذا غير صحيح نعم انا ابكي في افلام هوليوود نعم بكيت في بعض الافلام كنت في الطائره وادرت راسي حتى لا يراني المسافرون انا ابكي ولم يدم بعد اربع ساعات عدت كما كنت لماذا لا يهتم الناس بالامر لماذا لا يجرون ليدخلوا اجواء الكنائس التي فيها حضور الله او ليدخلوا حجره الصلاه حيث يسوع حاضر لانهم لم يتذوقوه لا يتبعون القداسه لماذا لم نقل لهم لاننا اختلقنا رساله تعلمون نقول القداسه تعني نقيا بدون خطيه حسنا لن نقدر حاولت وفشلت حاولت وفشلت حاولت وفشلت لا استطيع ان اطيع الله فاختلقنا رساله جديده هذه الرساله النعمه تغطي الكل انتظروا تغطي الكل نحن نركز على القداسه كمركز فقط ونتجاهل السلوك الذي ينتج عنها لاننا قد قللنا من قيمه النعمه فنقول لا استطيع ان احفظ وصايا الله انا بشر ولدي مشاكل لدي شهوات وكل هذه الامور و وهو... و لكن النعمه تغطيني صحيح النعمه ستغفر ذنوبك كلها هذا امر كتابي حسنا مات يسوع مرة واحدة ولن يموت مرة أخرى لأنك أخطأت غطى خطيتك بذبيحة نفسه نقول أنا محبط لا أستطيع أن أعيش القداسة أكره الحرفية فنهرب من القداسة ونقول لدينا النعمة حصرنا النعمة في أنها تخلصنا ومجانية وتغفر وتوقفنا عند هذا قللنا من قيمتها لأن النعمة أكثر من مجرد الغفران، أكثر من مجرد الخلاص، لا أقلل من هذا، لكن النعمة تمكننا من فعل ما لم نكن نقدر عليه. يا إلهي، إلقاء هذه العظة يسعدني كثيرا. إذا ما فعلناه هو أننا اخترنا أن نقول النعمة تغطي وهذا صحيح إنها تغطي لكن توقفنا هنا قاموا باختبار هذا الاختبار سيثبت لكم في عام 2009 سألوا أكثر من خمسة ألاف مسيحي من أمريكا وكان السؤال أذكر ثلاثة أو أكثر من معاني نعمة الله أكثر الإجابات كانت الغفران الخلاص هبة مجانية ومحبة الله أكثر أربعة إليكم المأساة اثنان بالماء فقط الرقم كان واحدا وتسعة من عشرة من الخمسة ألاف مسيحي قالوا النعمة هي التمكين رغم أن الله يصفها بهذا في كورنثوس الثانية اثنى عشر تسعة تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف أو في العجز تكمل أي نعمتي هي قوتي التي تمكنك من عمل ما تعجز أنت عن عمله تسعدني هذه العظة لأني أعرف كم سيحرركم هذا يقول بطرس في بطرس الثانية واحد لتكثر لكم النعمة لأن قدرته الإلهية بطرس يصف النعمة بأنها القدرة الإلهية اثنان بالماء من مسيحي أمريكا يعرفون ذلك أنتم معي والآن لماذا تعتبر مشكلة؟ لأنه لا يمكنك أن تأخذ من الله بدون إيمان ولا يمكنك أن تؤمن بما لا تعرفه فإن كان اثنان بالمئة فقط في أمريكا يعرفون أن النعمة هي تمكين الله لنا فإن ثمانية يسعون للقداسة بقدرتهم الذاتية حين تسعى للقداسة بقدرتك الذاتية ستفشل فتختلق عقيدة تقلل من قيمة النعمة أنا بشر لدي شهوات جنسيه اعرف انا مدمن على الطعام وعلى الماده انا مجرد بشر ولا احب زوجتي ولا اريد ان استمر معها ساطلقها اعرف ان هذا خطا لكني بشر بالطبع لن تقدر ان تكون مقدسا بقدرتك ان لم تفهم تمكين النعمه لن تتقدس لنتعمق اكثر في كلمه النعمه النعمه باليونانيه هي كارس وتعني هبه نفعا فضلا النعمه في الاساس هي هبه لا يمكنك ان تستحقها لذلك قلت ليس كتابيا ان تعاقب نفسك ان اخطات بهذا تلغي نعمه الله وتضيع دم يسوع تماما هي هبه لا نستحقها انتم معي اذن لنرى ايات منتقاه من العهد الجديد نعم هذا تعريف لنعمه الله يشمل المعنى التاثير الالهي على القلب وانعكاسه على الحياه اسمعوا النعمه هي التاثير الالهي على القلب وانعكاسه على الحياه هناك انعكاس خارجي لما في القلب هذا تمكين النعمه ان نظرت الى اعمال احد عشر مكتوب حين وصل برنابه راى دليل نعمه الله لم يسمع عن نعمه الله بل راى انعكاسها على حياتهم يفعلون ما كانوا عاجزين عن فعله هذا تمكين النعمه لهذا يقول يعقوب الرسول ارني ايمانك ارني نعمتك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي نعمتي لماذا استبدلت الايمان بالنعمه لانه مكتوب في رميه خمسه اننا ندخل النعمه بالايمان اي انك لا تاخذ النعمه الا اذا امنت انتم معي اذا ما يعنيه يعقوب في الاساس هو دعني ارى تمكين النعمه دعني ارى دليل تمكينها في حياتك الخلاصه هي النعمه هبه ساسردهم لكم الخلاص هبه من النعمه الغفران هبه النعمه الشفاء هبه النعمه الرعايه هبه النعمه اخذ طبيعه الله هي هبه النعمه التمكين هو هبه النعمه هي هبات لا نكسبها فقط امن وتواضع بل تواضع ثم امن بالنسبه للتمكين النعمة تمكننا من عمل ما لم نكن نقدر عليه فنقدر عليه الآن. يقول بطرس: لتكثر لكم النعمة، قولوا لتكثر النعمة. كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. لكن نحتاج المزيد. حسنا، سأقرأ مجددا: أيها الزنات، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ ولكنه يعطي نعمة أعظم لنواجه تلك الرغبات الشريرة بمعنى آخر نعمة أكثر سأعطيكم مثالا لأن بعضكم مستغربون حسنا في صغري أحببت البيسبول كنت ألعب مع أصدقائي كل يوم انتهى شتاء ميتشيغن ونمت الحشائش وأنا الصبي الوحيد فمن يقص الحشائش ازداد نمو الحشائش فقال لي والدي بنية بعد المدرسة غدا قص الحشائش قلت حاضر عدت من المدرسة وأخرجت الماكينة من الجراش جهزت كل شيء لأشغلها لم تعمل أحاول فيها لا تعمل أحاول ولا تعمل يا إلهي ربما البنزين زائد لا أشمه كشفت على المفاتيح كلها مضبوطة؟ كانت شموع الاحتراق مضبوطة؟ ثم بدأت أحاول أن أديرها، أحاول وأحاول، يا إلهي! ذهبوا إلى الملعب، ستفوتني المباراة! هذا سخيف! قطعة خردة غبية! والآن يجب أن آخذها للتصليح، ستفوتني المباراة اليوم! أنا محبط! وغاضب لاني لا استطيع قص الحشائش بيدي او بكلابات لن انهي العمل ابدا من المستحيل ان اقص الحشائش والعب بيسبول بدون الماكينه اتى داني وقال جاهز يا جون داني ابي طلب مني ان اقص الحشائش والماكينه معطله لن العب فقال ارني انا محرج محرج جدا حاول داني لم تعمل ايضا فحص الوقود فارغ فقال جون لا يوجد وقود فقلت يا الهي كم انا غبي فجززت الحشائش ولعبت لنتحدث عن هذا الماكينه هي طبيعتنا الجديده التي اعطاها لنا الله تعلمون لو ابي لم يشتري الماكينه لكنت عجزت عن قص الحشائش الماكينه هديه ابي ليساعدني في مهمتي الماكينه هي طبيعتنا واحتكت وقودا ايضا ليس مره واحده اذ ان خزان الماكينه لا يعبا مره واحده في العمر بل يجب ان املاه باستمرار لاغذي الماكينه هذا هو تمكين النعمه قال يعقوب يعطي نعمه اعظم قال بطرس لتكثر لكم النعمه وفي العبرانيين لنتقدم الى عرش النعمه افهمتم الوقود هديه من ابي لم يكن معي نقود لاشتري وقودا الوقود هديه والماكينه هديه لهذا نجد مسيحيين مخلصين ولديهم طبيعه جديده ولكن فاشلون لأنهم لم يسمعوا عن نعمة الممكنة ولن تحصل على التمكين إلا بالإيمان ولن تؤمن بما لا تعرفه لهذا كل هؤلاء المسيحيين محبطون فاختلقنا عقيدة تقول إن النعمة تغطي فقط لا نقول لكم طبيعة جديدة وتحتاج وقودا وهكذا تعيشون ما قاله بطرس كونوا قدسين في كل شيء أنتم معي؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org الآن هذا يأتي بنا إلى كلمة الرسول بولس لنا بولس في أفسس أصحاح أربعة وخمسة يقول كلاما رائعا في الأعداد 17 و 19 و 24 فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ظنهم الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع لذا إلبسوا الطبيعة الجديدة ضعوا وقودا المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق ثم استمر بولس في سرد انماط سلوكيه ستنتج حين نلبس الطبيعه الجديده والمذهل في افسس اربعه وخمسه هناك ممنوعات طول ممنوعات الان ساصل لامر حساس الان سمعت من خدام العهد القديم يقول ممنوع والعهد الجديد يقول بالنعمة. هذه الجملة العامة تلغي تعاليم كثيرة موجودة في العهد الجديد. هذا يدرس في مؤتمرات يدرس "النعمة تحررنا من الوصايا" حسنا والان ارجو ان تسمعوا هذا. هذا الكلام يلغي كمية كبيرة جدا من آيات العهد الجديد. قال يسوع اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به حسنا يوحنا الأولى خمسة ثلاثة محبة الله أن نحفظ وصاياه يقول بولس وهو من رأى رؤية النعمة لأنكم تعلمون أية وصايا أعطيناكم بالرب يسوع والآية التي تليها مباشرة إرادة الله قدستكم إرادة الله هي لكم القداسة، بعدها مباشرة، تسالونيكي الأولى 4-3. يعرض بطرس الحقيقة المرة عمن سيتركون الإيمان في الأيام الأخيرة، يقول أنهم يرفضون الوصية المسلمة لهم ليحيوا حياة مقدسة. لا أفهم كيف نقول لا يوجد وصايا في العهد الجديد، يوجد فيه وصايا. انظر إلى أفسس 4-5. إليكم الممنوعات. اقرأوا الآيات لاحقاً. أفسس 4 25-29 و5-3-5 و18. لا تكذبوا، لا تخطئوا بجعل الغضب يحكمكم، لا تسرقوا، لا تقولوا كلمة رضية لا ترتكبوا الزنا، لا تتنجسوا، لا تطمعوا، لا تتفوهوا بالقباحة، لا تتفوهوا بالسفاهة، لا تمزحوا بفظاظة، لا تسكروا بالخمر. كل هذا. في هذه الايات هذا من راى رؤيه النعمه اسمعوا هذا هذه الممنوعات ليست لتحصل على الخلاص او لتكون بارا امام يسوع ولكنها يجب ان تنتج من كوننا مرتبطين به وطبيعته فينا قال لي ابي حين كنت صغيرا بني هذه عاداتنا حين تدخل سيدة لا تظل جالسا، لا تظل جالسا، بل قف وانظر إلى عينيها، هذه عائلة بيفير. فحين تدخل سيدة لا أظل جالسا، بل أقف وأنظر إلى عينيها. قال أبي لا تظل جالسا، قال أبي تفقد الجانبين قبل أن تعبر الطريق، يريدني أن أعيش أكثر. يقول الله اريدك ان تعيش اكثر هذا لا يحسن من مستواك امامي انه يطيل عمرك يعطيك حياه تقيه وسلوكا يدخلك الى محضري ولكن المشكله اننا اليوم نخاف من اي شيء يقال فيه توبيخ او نهي عن شيء ساحكي شيئا كنت في قاعه فيها حوالي اربعه الاف شخص ثم وقف راع معروف ووعظ لديه كنيسه كبيره وله احترامه في البلده كان صالحا ولكنه قال ما ساقوله هذا كلامه ما ساقوله الان سيبدو سلبيا لكني لا افعل هذا عاده انا لست سلبيا لاني لا ادين الناس أترك الدينونة للروح القدس كلامه بدا منطقيا وسليما لكن روحي انزعجت ولم تسترح وحين راجعت غرفتي شعرت بأن هناك خطأ ففتحت الكتاب على تيموثاوس الثاني أربعة وقرأت في العدد الثاني اكرز بالكلمة أقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر وعظ فقلت واو يجب أن أدرس هذا هناك ثلاث كلمات وبخ انتهر وعظ أريد أن أدرس هذا فذهبت أولا إلى ترجمة Amplified Bible وقررت أن أبدأ من العدد الأول وليس الثاني العدد الأول في Amplified Bible يقول أنا أكلفك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد ان يدين الاحياء والاموات لاحظتم ان كلمه اكلفك مكتوبه باحرف كبيره فقلت هل اخطا هل هذا خطا طباعي فكتبت لصديقي ريك رينر من موسكو بروسيا وهو خبير في اللغه اليونانيه قلت ريك لماذا كتبت كلمه اكلفك باحرف كبيره رد ريك في الحال وقال كلمه اكلفك باليونانيه كانت تستخدم اثناء حلف يمين المناصب العامه كان من يحلفهم يدعو كل الالهه ليسمعوا ويشهدوا ليضفي جديه على من يحلف اليمين ثم يكلف المحلف حالف اليمين باداء مسؤوليته وبتذكر ان الالهه كانت تراقبه إذا أعدنا صياغة هذا النص نجده أدعو الله أن يراقبك وأنت تتلقى مني هذا الكلام كانت كلمة مهيبة تقول لتيموثاوس إنه من الأفضل له أن يكون جادا فيما سيسمعه لأن الله كان سامعا ومراقبا لهذا فإن باقي الآية عن الدينونة سأعيدها أكلفك إذن أمام الله العتيد أن يدين الأحياء والأموات أي تيموثاوس انت وكل خادم للانجيل اي متكلم باسم الله من الافضل ان تنتبهوا جيدا الى ما ساقوله لان الله نفسه سيحكم على طريقه تناولكم لما ساقوله هذا بالضبط ما تعنيه الكلمه اتشعرون بجديه الامر حسنا بما كان يكلفه عدد اثنين اكرز بالكلمه بالكلمه الكلمه وليس بالمبادئ حسنا ليس بالمبادئ الفلسفيه بل بالكلمه اعقف على ذلك استعد كن متاحا وجاهزا سواء أكانت الفرصة مشجعة أم غير مشجعة مناسبة أم غير مناسبة مقبولة أم غير مقبولة والآن اسمعوا هذا أنت ككارز للكلمة يجب أن تري الناس ما هو الخطأ ما هو الخطأ في حياتهم كان هناك لقاء مع راع وزوجته والجملة التي خرجت من أفواههم ليس من شأننا أن نخبر الناس كيف يعيشون حسنا انهم رائعون يحبون يسوع والنفوس اتمنى ان يكون الناس مثلهم لكني حزنت لاني ارى انه يحتاج ابا روحيا يقول له يجب ان تواجه حياه الناس وتخبرهم كيف يعيشون هذا هو العهد الجديد ليس كل العهد الجديد لكن جزء كبير منه لننظر لتلك الفلسفه ولحياه بولس يتكلم بولس مع ملك يدعى أغريباس إنه غني غير مخلص اسمعوا عظة بولس من ثم أيها الملك أغريباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية بل أخبرت أولا للذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كرة اليهودية ثم الأمم أي جميعنا أن يتوبوا عن جميع خطاياهم هذا أسلوب الحياة ويرجع الى الله اسمعوا عاملين اعمالا تليق بالتوبه لكن ما هي فلسفتنا فلسفتنا هي ان نكون ايجابيين لا تكن سلبيا ساخبركم بحقيقه كنت ساعظ في كنيسه كبيره كنت متحمسا لانها كنيسه عظيمه ارسل لي الراعي ايميل قبلها يقول جون نحن متحمسون لقدومك إلينا سأشاركك بثقافة كنيستنا نحن كنيسة إيجابية لا نسمح بكلام سلبي على المنبر نقدم عظات إيجابية حسنا إذا لنرى ماذا يقول بولس وبخ عدد اثنين انتهر عظ بكل آنات وتعليم لنرجع إلى اليونانية لنرجع إلى اللغة الأصلية توجد ثلاث كلمات الأولى معناها يدين يذكر الخطأ، ينتهر، وأيضا يوبخ. قاموس The Complete Word Study يقول في العهد الجديد تعني يدين ويثبت خطأ الآخر فيخزيه. الكلمة الثانية تعني يتهم أو يوبخ. الكلمة الثالثة تعني يشجع. نحن نحتاج للتشجيع. لكن وأنا أنظر للكلمات لنرى أيا منها إيجابي وأيا منها سلبي كلمة منها إيجابية شجع وكلمتان سلبيتان تعرفون ماذا يعني هذا ستة وسبعة مما طلبه بولس من تيموثاوس نصنفه سلبيا المواجهة التوبيخ الإدانة أنا لا أقول إن سبعة من عظاتنا يجب أن تكون هكذا رغم ان ذلك سيساعدنا في الكنيسه لكني اقول هل فقدنا التوازن هذا هو سؤالي لان الان الوضع هكذا نحن تربينا اتحدث عن جيلي والاصغر قليلا تربينا على ايدي قساوسه اقوياء روعاتنا في السبعينات والثمانينات لم يخافوا مواجهتنا لم يخافوا من كشف الخطايا ومعالجه السلوك الاثيم او معالجه العيش في نجاسه كانوا يواجهون مباشره فلم يستطيعوا انشاء كنائس كبيره لماذا لان غير الجادين مع الله كانوا يخرجون والان نحن نقدم رسائل مشجعه فقط فنجذب من لا يريدون الله بل يريدون كنيسه الفكرة هي: "لا أريد السلبية لكي لا يهرب الناس، سأسهل الأمر. لماذا لم يفعل يسوع هذا؟ والرسل، لماذا نظر بولس إلى الملك أغريباس؟ وقال له: "يجب أن تغير أسلوب حياتك، إن أصبحت مسيحيا يجب أن تثمر صلاحا. وأيضا قال لرجل آخر رجل يدعى فيليكس وزوجته دروسيلا في أعمال 24 24، ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح، إذا هم غير مؤمنين يريدون الاستماع. واستمر بولس في إصراره على العلاقات الصحيحة مع الله وشعبه، وعن الحياة بالمبادئ العفيفة والدينونة العتيدة. فشعر فيليكس بأن الأمور غير مريحة فصرفه: يكفي متى حصلت على وقت سأستدعيك، ولم يحدث. أراد الرجل أن يسمع البشارة. وبولس كلمه عن مبادئ التعفف. وعن الدينونة. إذا سؤالي هو: من أين جاءت فلسفتنا؟ هل استخرجنا آيات معينة من العهد الجديد؟ لتتناسب مع ثقافتنا الايجابيه المشجعه التي تسمح للناس بان يصدقوا انهم مؤمنون ولكنهم ليست لهم علاقه مع الله لان لهم احباء كثيرين في حياتهم يسوع ليس سيدهم وملك الملوك له المرتبه الثانيه او الثالثه في حياتهم فكروا في الثقافه التي بنيناها لدي وعد الحياة وسأحتفظ بعلاقات العاطفية وسأساعد الفقراء أحب ذلك هذا تأمين زائف للسماء لديك معجبون وتتلقى عظات مشجعة رائع هذا جيد ولدي منبر رائع بديكور رائع وموسيقى جيدة أنا في وضع جيد ما علاقة هذا بما طلبه بولس من تيموثاوس هذه آخر رسالة كتبها هذا آخر إصحاح كتبه بولس في حياته كان تيموثاوس راعي كنيسة أفسس وبولس هنا يقول للراعي كيف يعظ ستة وستين وسبعة من عشرة من العظة سلبي بحسب تقديرنا ثلاثة وثلاثين بالمائة إيجابي ومشجع هل فقدنا التوازن؟ أنا شخص إيجابي أنا أميل دائمًا إلى التوجه الإيجابي، أحب الإيجابية، نعم أحبها. اسمعوا هذا، لديك كنيستان، إحداهما تحضرها، تعرف أنهم سيجابهونك، سيعظون بالكلمة، سيدينونك. وفي الكنيسة الأخرى، سيشجعونك فقط، سيعلمونك مواجهة ضعفك. إلى أي منهما ستذهب؟ سأذهب إلى هذه دعني أرسم لك سيناريو ستيف ذهب إلى الطبيب الطبيب ألف فنظر إليه طبيب ألف وقال تشخيص مرضك هو ورم خبيث خطير إنه صغير إزالته سهلة يجب إجراء العملية بسرعة ضجر ستيف جدا وهذا يهدد حياتي وسيعوقني، فذهب إلى الطبيب باء. الطبيب باء، رجل إيجابي جدا، لا يهتم بالنشرات الطبية، يستمع إلى بعضها، والبعض الآخر لا يهتم به. نظر الطبيب بي إلى ستيف، وقال: أنت بخير، أنت بخير، أنت قوي كالثور. خرج ستيف من الكشف ممتنا للطبيب باء الطبيب الف هذا قاس وسلبي اراد ان يضايقني وياخذ نقودي في العمليه يفكر هكذا اليس كذلك وبعد سنتين ذلك الورم وصل لحجم خطير وسيقتله بعد اسبوعين ولا يمكن شفاؤه اسمعوا هذا الآن يقول ستيف ليتني سمعت للطبيب ألف لماذا سمحت لباء أن يتملقني؟ البائع سيقول ما تريد أن تسمعه وأنا لا أعني البائع المؤمن بل غير المؤمن البائع غير المؤمن سيقول لك أنت مواطن رائع لو وجد منك في بلدنا لأصبحت عظيمة أنت رجل مهندم وشخصيتك تستحق أفضل عرض فتقول لماذا لا تكلم لزوجتي هكذا؟ لأن زوجتك تحبك هو يريد أن يتملقك ليعميك ويطعنك في ظهرك ثم يأخذ مالك. بولس يقول النتيجة التي ستنتج من هذا النوع من الخدمات الإيجابية المشجعة يقول لأنه سيكون وقت أهلا بكم فيه لا يحتملون أن يتحملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم أطباء باء معلمين كثيرين يختارونهم ليرضوا شهواتهم ويعززوا أخطاءهم هل يمكن أن يكون من سيسمعون يسوع يقول اذهبوا عني لم أعرفكم هم الناس الذين ينجذبون للتعليم الإيجابي. سأختم العظة بهذا، وهذا أهم شيء، إنه حافزنا. علينا قول الحق بمحبة. ذات يوم كنت في مكتبي وجاء إلي شاب وقال: أنا مدعو نفس دعوتك، فشعرت هكذا. كان مفعما بالطاقة والحيوية فقلت أوه هناك خطأ نظرت داخلي ونظرت له وقلت هل تريد أن تعرف كيف تتصرف بشكل نبوي وتحضر كلمة الله النبوية إلى شعبه فاتسعت عيناه وقال نعم قل لي كيف أفعل هذا قلت كلما قدمت تصحيحا وتوبيخا وكلاما عن الحياة بهذا تحب هؤلاء الناس جدا فنظر الي وقال يجب ان يعمل الله في فقلت له على الاقل اعترفت لان الامر السيء هو ان الناس السلبيين ياخذون الايات التي وعظت بها اليوم ويدينون بها الناس هذا مؤسف جدا هذه الايات لحمايتنا هي آيات لحماية علاقتنا بالرب، وهم يستخدمونها ليضعوكم في صندوق يحدد كيف تعيشون. الله يحب الإبداع والتعبير ويريدنا أن نستمتع بالحياة. الله لا يريد أن يعاقبنا بالحرفية والقسوة والغضب. أتكلم عن الغضب القاسي. إن غضب يغضب من غيرته عليك. لأنه يريد الأفضل لك. ان كلمك بشده عن طريق اناء فكثيرا ما يكون هذا لخيرك واحيانا لا يكون من منطلق المحبه دعونا نقبل من يصحح سلوكنا دعونا نقول نعم يا رب اريدك ان تغيرني لتكون لي علاقه حميمه معك اليكم النتيجه الخلاصه خلال الخمس وخمسين عاما التي عشتها لم أرى الإثم يتصاعد للدرجة التي يتصاعد بها الآن أبدا وكأن الإثم يصعد باستقامة وبتضاعف مستمر وهذا لسبب لأنه مكتوب في تسالونيك الثانية لأن فاعل الإثم الآن سيستمر في فعله إلى أن يرفع من الوسط كلمه يرفع في هذه الترجمه تعود على الروح القدس ان حضور الروح القدس يحجز الاثم اي يمنعه يحدث هذا حين نقدم انجيلا بدون قداسه حين لا نعظ بان نعمه الله تمكننا من الحياه بالتقوى يتقلص حضور الله لانه حين خرج الروح القدس من الهيكل حين انشق الحجاب لم يختفي كغروب الشمس لم ينتقل الى شجره او موسيقى بل انتقل الى قلوب المولودين ثانيه فان لم نطع وصايا يسوع لن يظهر لنا ذاته بقوه ولن نجد ما يحجز الاثم ان اردت ان تلم احدا على الانهيار الاخلاقي في امتنا لا تلم الرئيس ولا مجلس الشعب بل لوم عدم اتباعنا للقداسة